تناقلت وسائل إعلام ومواقع إخبارية خبراً مفاده أن الفنانة المصرية أنغام تزوجت من مسؤول سعودي ثري، ولاقى الخبر تفاعلاً كبيراً من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بارك لها البعض في حين هاجمها البعض الآخر على اعتبار أن هذه الزيجة هي الخامسة لأنغام. من جهتها توجهت أنغام عبر حسابها على إنستغرام إلى جمهورها وشاركت صوراً لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت جالسة على كرسي خشبي حافية القدمين مرتدية فستاناً أبيض قصير جاء أشبه ما يكون بقميص من دار الأزياء الفرنسية ساندرو باريس، فيما جاء بأزرار أمامية وطيات أنيقة ناحية الخاصر لإبراز منحنيات جسدها. واعتمدت أنغام تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفيها، واعتمدت مكياجاً ملفتاً من درجات البني، فيما سلطت الضوء على عينيها بمكياج عيون دخاني. وتأتي إطلالة أنغام البيضاء بعدما خرج مصدر مقرب منها لنفي ما نشر عن زواجها من مسؤول خليجي خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن ما تم نشره بأحد المواقع ما هو إلا شائعة وعار تماماً عن الصحة. وشدد المصدر على أن أنغام لا تتطلع إلى مثل هذه الأقاويل المفتعلة لأن أخلاقها الراقية تجعلها تلتزم بالصمت، وفي حال دفعتها الظروف للرد فأخلاقها تواكب رقيها الفني. ومن جهة أخرى كذب كثيرون الخبر مشيرين إلى أن أي إعلان رسمي لم يصدر من أنغام ما قد يضع الخبر في موقع الشائعات، كما أكد مصدر مقرب من الفنانة المصرية أنها سئمت من تكرار تلك الأنباء الخاطئة، وكذلك أوضح أنها لن تتزوج في الخفاء وإذا أرادت ذلك ستفعله في العلن. وخرجت أنغام برسالة مبطنة بتعليق لها من كواليس أحدث أغنياتها عبر فيسبوك وعلقت سيبك أنت، لترد بشكل غير مباشر.